زيدان العرب أمير القلوب الماجيكو، محمد أبو تريكة، مواليد 7 نوفمبر 78. بدأ حياته الكروية باللعب مع نادي الترسانة كناشئ، ثم انتقل إلى الفريق الأول للنادي واستطاع الصعود به إلى الدوري الممتاز ولعب معهم 4 مواسم، وبعد كده راح النادي الأهلي وحقق مع النادي الأهلي برونزية كأس العالم سنة 2006، وكان هو هداف البطولة بتاعة 2006 كمان، وحقق مع الأهلي 5 دوري أبطال أفريقيا، وحقق كمان مع النادي الأهلي 4 كأس سوبر أفريقي و7 بطولات دوري و3 كؤوس و4 كؤوس سوبر محلية مع النادي الأهلي. وفي عام 2012 انتقل إلى بني ياس على سبيل الإعارة، وخد معاهم بطولة الخليج للأندية لكرة القدم، ورجع تاني للنادي الأهلي عام 2013 وأحرز معاه بطولة أفريقيا سنة 2013 للمرة 5 له مع النادي الأهلي. وبعد انتهاء البطولة أعلن أن بطولة كأس العالم للأندية هتكون آخر المطاف له في عالم كرة القدم. وتاريخه مع منتخب مصر، بدأ اللعب الدولي عام 2001 وحقق مع منتخب مصر 2 كأس أفريقيا 2006 و2008. وبالنسبة لأرقامه الشخصية، جائزة الكاف لأحسن لاعب أفريقي خدها 4 مرات، وهو صاحب الرقم القياسي للبطولة دي، وهو الهداف التاريخي لدوري أبطال أفريقيا برصيد 33 هدف، وكمان هو الهداف التاريخي لماتشات القمة بين الأهلي والزمالك برصيد 13 هدف، وهو كمان عضو من أعضاء نادي 100 هدف برصيد 105 هدف. وفي عام 2014 خد أحسن لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، وتم اختيار هدفه في هيروشيما كأفضل هدف في تاريخ كأس العالم للأندية. وفي عام 2014 الكاف اختاره كسفير للكرة الأفريقية، وفي 2016 تم تصنيفه ضمن قائمة أساطير كرة القدم حول العالم. وبعد اعتزال أبو تريكة كرة القدم، يعمل الآن محللا رياضيا.